everyone, welcome back to Learn English with Yusra. درس اليوم سوف يكون عن present continuous أو present progressive. Present continuous باللغة العربية هو الحاضر المستمر. في هذا الدرس سوف نرى definition أي تعريف present continuous, ثم سنرى rule قاعدة present continuous, ثم سنرى examples بعض الأمثلة, وكذلك سوف نتطرق إلى الكلمات المفتاح keywords, ثم سنرى exceptions بعض الحالات الخاصة في present continuous. إذن أولا سنرى ما معنى الحاضر المستمر. Present continuous is an action happening at the moment of speaking. هو فعل أو حدث أقوم بفعله عند لحظة التكلم. فمثلا I am explaining the lesson now. أنا أقوم بشرح الدرس الآن. هذه الجملة بها subject أو pronoun وهو I. Pronouns هم I, you, he, she, it, you للجمع و we ثم they. هذه البرونونز أو بعض الأسماء مثلا فاطمة أو the doctor أو the girl إلى غير ذلك تسمى subjects, والsubject هو الفاعل. سنلاحظ أيضا في هذه الجملة بعد السبجكت لدينا to be, am, to be in the present. هنا لدينا فعل to be أي فعل الكينونة مصرف في الحاضر البسيط في simple present. ثم لدينا explaining. Explaining هنا نلاحظ to explain هي يشرح, وعندما قمنا بتصريفها في continuous أضفنا ing على الفعل. لدينا explaining هي verb plus ing. ثم the lesson. Lesson هو الدرس وهو الأوبجكت, هو الشيء الذي أقوم بفعله أو أقوم بشرحه. ثم لدي now. Now وهي key word كلمة المفتاح. عندما أرى now أو بعض كلمات المفتاح التي سأذكرها بعد قليل سوف أقوم بتصريف الجملة أو بتصريف الفعل في present continuous. إذن بعد ملاحظة هذا المثال فالقاعدة سوف تكون على الشكل التالي. قاعدة present continuous تكون subject plus to be in the present, am, is و are, plus verb أي الفعل plus ing. سوف نعيد القاعدة subject plus to be in the present plus verb plus ing. الآن سوف نمر إلى key words أي الكلمات المفتاح. كما سبق أن قلت now هي كلمة مفتاح لل present continuous تعني الآن. ثم لدي look وعلامة التعجب. انظر, عندما أرى look علامة تعجب ثم جملة وبها فعل غير مصرف فأنا سأقوم بتصريف هذا الفعل في present continuous أي الحاضر المستمر. ثم لدي at this moment في هذه اللحظة, ثم at this time في هذا الوقت, in the present time في الوقت الحاضر كذلك هي كلمة مفتاح, ثم listen عندما تجد شخص ما قال listen ثم قال جملة ما سوف تقوم بتصريف الفعل في present continuous. كذلك quite please, وعندما ترى sh علامة التعجب يمكن أن تكون الاس موجودة ويمكن أن لا تكون موجودة. إذن هذه هي الكلمات المفتاح للpresent continuous. إذن بعد أن تعرفنا على كلمات المفتاح وعلى قاعدة present continuous سوف نرى بعض الأمثلة. سوف نرى مثالين.
المثال الأول Sarah is watching TV now. سارة تشاهد التلفاز الآن. ماذا نلاحظ هنا بالألوان؟ باللون الأزرق الفاتح to be in the present وهو is، ثم لدي فعل to watch. To watch هو يشاهد، ونراها هنا باللون الأزرق الغامق watch، ثم أضفنا ing باللون الأخضر. ماذا نلاحظ هنا؟ أين هي الكيورد أو الكلمة المفتاح؟ هي now التي قمنا بالتسطير عليها. now هي كلمة المفتاح. بالنسبة للمثال الثاني The kids are playing in the park at this moment. الأطفال يلعبون في الحديقة في هذه اللحظة. كما نلاحظ هنا باللون الأزرق الفاتح لدينا are وهي to be in the present. are تعود على الأطفال the kids are. ثم لدينا فعل to play وهو يلعب، أضفنا إليها ing لكي يصبح لدينا are playing، لكي نقوم بتصريف الفعل في الحاضر البسيط كما سبق أن قلت. نقوم بتصريف to be in the present فعل to be في الحاضر البسيط، ونقوم بإضافة الفعل ثم نضيف ing are playing. الآن سوف نمر إلى exceptions وهي حالات خاصة التي سنرى فيها ثلاث أفعال مختلفة. إذن انظر إلى هذه الأفعال، لدينا to run يجري، to rest يرتاح، و to come يأتي. لدينا الفعل الأول to run والذي هو يعني يجري. كما نلاحظ في هذا الفعل لدينا consonant vowel consonant، إذن لدينا CVC. وعندما نجد CVC في فعل ما نقوم بإضافة حرف ثاني من الحرف الأخير، فمثلا سوف يعطيني is running. كما نلاحظ هنا لقد قمنا بإضافة N ثانية ثم أضفنا ing. إذن عندما نرى فعل ينتهي ب CVC نقوم بإضافة حرف ثاني من الحرف الأخير ثم نقوم بإضافة ing. إذن سوف نرى الفعل الثاني to rest. to rest هنا لدينا ينتهي ب vowel consonant consonant، وهذا فعل عادي. عندما نريد أن نقوم بتصريفه سوف نفعل تالي is resting. نقوم بتصريف to be في present ونأخذ rest ثم نضيف ing. الآن سوف نمر إلى الفعل الأخير وهو to come بمعنى يأتي. كما نلاحظ هنا الفعل أو ثلاث أحرف الأخيرة للفعل تنتهي ب VCV وهو vowel consonant vowel. عندما نريد تصريف هذا الفعل لن نقول is coming. هنا لا نقوم بترك الفعل كما هو ونضيف ing. هذا الجواب خاطئ، بل الجواب الصحيح هو أن نقوم بإزالة E أي نقوم بإزالة الفاول ثم نضيف ing، لأن لا يمكن أن يكون حرف علة في اللغة الإنجليزية. هذا عندما نجد الفعل ينتهي بالVCV نقوم بإزالة الفاول الأخير ونقوم بإضافة ing. إذن كان هذا هو فيديو اليوم. يمكنكم أن تكتبوا أمثلة لأفعال مشابهة للأفعال التي رأيناها الآن، كما يمكنكم أن تكتبوا أمثلة للpresent continuous وسوف أقوم بتصحيحها. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة.